يقول والدي أصيب بالسحر يقول والدي أصيب بالسحر فذهب إلى مشعوذ فأعطاه ورقة مكتوب فيها كلمات لا تعرف فوضعها والدي بجانب البيت. سؤاله: ما حكم عمل والدي هذا؟ وماذا أصنع أنا بالورقة التي دفنها بجانب المنزل؟ هل أتلفها أم فقط أقوم بالمناصحة؟ لا، اجمع بين الأمرين، ناصحه وقل أريحك من هالورقة لأنها ضرر عليك وضرر على أهل بيتك وأنت ما يجوز لك هذا، ناصحه أول ثم أحرق الورقة. نعم.